اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احمد خليني ابدا معاك الاول بصفه عامه. الاول سياسه التعاقدات في النادي الاهلي بتشوفها ازاي دلوقتي في الشتاء؟ يعني انا شايف في حاجات كتير كويسه في الفتره دي في لجنه الكوره او لجنه التخطيط بتعملها. اول حاجه شايف سياسه الاعاره بنيه ست شهور لمده 6 شهور مع الشراء. يعني ايه الخطوه دي؟ كويسه ان انت زي ما جبت مثلا خالد عبد الفتاح لعيب من سموحه جايبه 6 شهور، اه لعيب مميز وكل حاجه وبكل تاكيد، لكن احنا كنا مثلا بنجيب قبل كده لعيبه في فتره من الفترات ممكن ما ينجحوش وبنديهم مبالغ كبيره. دلوقتي لا، انت ممكن تجيب اللاعب ده 6 شهور تشوفه هل هيستحمل شخصيه النادي الاهلي؟ هل هينسجم مع الفرقه؟ هل هيكون مفيد؟ لو فادك انت قبل الموسم قبل نهايه الموسم بيوم تدفع له الفلوس الشراء وتجيبه، فدي خطوه محترمه او خطوه جديده على فكره زي ما حصل في تركيا مع مصطفى محمد لما فعلوا بند الشراء من نادي الزمالك واشتروه اخدوه اعاره سنه وبعد كده اشتروه. فدي فكره محترمه بصراحه من اداره النادي الاهلي، عجباني. الفكره الثانيه فكره الكشف الطبي الدقيق من اول السنه، حصلت قبل كده مع مشاريبوف وبرده مع اللعيب عزيز المره دي الكشف الطبي على كل فتفوته في اللاعب والميديكال هيستوري بتاع اللاعب. انا هدفع 2.5 مليون ولا 3 مليون ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا مليون حتى من غير ما يبقى عامل كشف طبي جيد؟ صح، فدي نقطة احنا كنا برضو عانينا منها في فترة من الفترات بصراحة. يعني في فترة من الفترات كان عندنا النقطة دي، فدي حاجة تحسب للنادي الاهلي في الفترة دي. احنا بنقول على الايجابيات اللي بتحصل في الفترة دي. هتقول يعني مثلا ممكن يقول لك طب في الكشف الطبي او يعرفوا او كده، ده ميديكال هيستوري. يعني عيان عنده مثلا اصابة في ركبته، سوري مش عيان، لعيب عنده اصابة في ركبته مثلا، ماشي يا عم قاعدين في عيادة لاعب دكتور الدواء يا دكتور والنبي اكتبوا لي فرشين لاعب مثلا عنده اصابه في ركبته فترات طويله، فده هيستوري يقلقك، هيستوري يقلقك يعني تاريخ مرضي للاعب يقلقك، فانت بتبعده. فدي حاجه تحسب لمجلس في النهايه. خلينا ناخدها بشكل عام ان الكشف الطبي له دور هام جدا مش في النادي الاهلي بس ولكن في كل الانديه الكبيره. صح. الحاجه الثالثه النادي الاهلي شغال على المراكز الناقصه في الفرقه. يعني احنا مثلا عندنا اصابه اكرم، فانت رحت جبت خالد عبد الفتاح لمده 6 شهور، اللعيب نجح معاك وبقى زي الفل خلاص تمام، انت هتكمل معاه. لا قدر الله ما حصلش اي حاجه، انت برضو انت جايبه فتره الفتره دي 6 شهور عشان اصابه اكرم. يبقى انت عندك هاني وعندك خالد عبد الفتاح وعندك طبعا كريم فؤاد كمان، يعني عندك هاني وعندك خالد عبد الفتاح في حته الباك رايت وعمار حمدي. نيجي بعد كده برضو انا شايف ان انت بتستغل البند تحت السن، ان انت برضو بتفكر. طيب قبل بس ما تتكلم عن كريستو خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن خالد عبد الفتاح الظهير الايمن القادم من نادي سموحه الى النادي الاهلي لمده 6 اعاره.